سيد إسلام، خبرني كيفك اليوم؟ مو منيح مو منيح دكتور. ليش؟ خير إن شاء الله؟ ما نفع الدواء معك؟ لا لا، القصة مو قصة الدواء. آه يا دكتور، آه مرتي. خير إن شاء الله. شو فيها مرتك الله يحرسها؟ خانتني يا دكتور، خانتني، يلعن الشيطان وساعته. تقصد خيانة؟ يعني خيانة؟ إيه دكتور، بقصد اللي في بالك. يعني هي واحد تاني اختلوا بعض؟ لك ايه مو بس اختلاق، الاختلاق والتوابع تبعه كمان، العمى بقلبها. وشو بدك تعمل هلا؟ رح نرجمها دكتور على سنة الله ورسوله. يه يه يه، رح ترجموا المرة هيك بس لأنه زنت؟ ايه شو الخيانة سهلة في نظرك دكتور؟ طيب ما علينا، وبدكن ترجموها هيك دون أدلة؟ لا دكتور لا، الشرع بيطلب 4 شهود. 4 شهود؟ عم تحكي جد؟ ايه يا عمي ايه، شو مفك العملية شربة؟ ايه بس الآية ما فيها شي عن الرجم، عم يحكي عن حبس حتى الوفاة او حتى الله يشوف للزانية مخرج من الورطة. رجاء دكتور ما تفسر على كيفك، بزعل منك. ها وبعدين دكتور، هيدي القسم الثاني من الآية منسوخ، يعني الله بدله بآية تانية دكتور. وين مكتوبة هاي الآية؟ أكلتها المعزة. ستنا عايشة خبرتنا إنه الآية كانت موجودة على ورقة تحت تختها. لما مات الرسول وانشغلوا بمراسيم الدفن، دخلت معزاية تحت التخت وأكلت الورقة، وهيك طارت الآية، بس الحكم بقي موجود دكتور. يعني خلاص ما في مفر؟ لازم ترجموا المرة؟ بحسب القرآن نجلدها، وبحسب السنة نرجمها، بس قبل هيك نستمع للشهود دكتور. ايوة، وعلى شو لازم يشهدوا؟ ايوة لازم يشهدوا ان المردود دخل في المكحلة والرشاء في البير. شو مردود وشو مكحلة وشو رشاء وشو بئر؟ صدقني ما فهم. سلامة فهمك دكتور، سكر لي هالكاميرا شوي وراح فهمك. اوكي يا جماعة، كات كات. لك شو فيك صفنطير دكتور؟ العمى. من كل عقلك عم تحكي؟ ايه عمي ايه، زمن الرسول مسكوا وحدة بالجرم المشهود، ولما استدعوا الشهود سألهم الرسول شو شفتوا؟ قالوا شفنا الميل في المكحلة، وساعتها أمر الرسول بالرجم. واحد تاني زاني إجا لعند الرسول وأقر بفعلته، قام صلى الله عليه وسلم سأله غاب ذلك منك في ذاك منها كما يغيب المردود في المكحلة والرشاء في البر؟ قال نعم، فأمر به فرجم. ايه عمي ايه، شو مفكر العملية شربة؟ سيد إسلام، أنا بتوقع أن الرسول صعبها بحيث يستحيل تقديم دليل على الزنا. ايه منقدر نحكم عليها بدون شو الدكتور إذا اعترفت. ومرتها قررت بفعلتها؟ لا، بس ممكن نرجمها إذا ثبت إنها حامل. وهلا مرتك حبلة؟ ايه بس صدقني يا دكتور، سماحة الإسلام تعطيها فرصة للتوبة. ايه هيك الحكي ها؟ صدقني فرحت لي قلبي يا إسلام، يعني رح تسامحوها؟ لا لا دكتور، هيك ولا هيك مصيرها الرجم، بس إن تابت أفضل إلها حتى ما تروح على جهنم. والولد اللي في بطنها؟ بحسب سنة الرسول دكتور نستناه حتى تخلف وبعدين نرجمها. والأحلى من هيك دكتور، الرسول أمر بأنه ما ترجم الزانية حتى تفطم رضيعها. ولك يا هيك رحمة ويا بلا. إيه نعم، يا هيك رجمة ويا بلا. دكتور تفضل احضر معنا مراسيم الرجم، والله راح تنبسط.